عبر أهالي قرية البدرمان وتوابعها بمركز دير مواس في أقصى جنوب محافظة المنيا عن فرحتهم الكبيرة بتشغيل وافتتاح المجمع الخدمي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. يضم المجمع الخدمي في القرية مركزا تكنولوجيا ومكاتب للسجل المدني وشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين، كما يضم مقرر المجلس الشعبي المحلي ورئاسة الوحدة المحلية وقاعة اجتماعات. ويعمل المجمع على تيسير تقديم الخدمات لكافة المواطنين بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية البدرمان والعزب والتوابع وتقليل التكدس على مكاتب الخدمات في المدن. بنقدم جميع الخدمات للمواطن المصري، بنوفر الوقت والجهد على المواطن، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر كل سبل الراحه للمواطن بدل ما يشيل مشقه الانتقال الى المدينه. بيجي كل حاجه موجوده هنا من سجل مدني، شهر عقاري، تضامن اجتماعي. المركز الخدمي ده فيه بيخدم جميع القرى المجاوره حوالينا، الناس كبار السن والناس الصغار اللي عايزه تعمل بطايق، وفي كل الخدمات يعني تموين وشهاده ميلاد وشؤون اجتماعيه. فعلا طفره حسينا بيها في الريف المصري بما فيه كان المجمع الخدمي يشمل سجل مدني وشهر عقاري. في الريف المصري ما كناش نشوف شهر عقاري وسجل مدني. بدأت الخدمات كلها في مكان واحد، هيريح شوية كاهل المواطن المصري الريفي البسيط بما فيهم التنقل ما بين الهيئات، هيبقوا في مكان واحد بس. والله بصراحة المبنى ده وفر لنا وقت وجهد كتير بالنسبة للشؤون، كنا ما نتعب على ما نوصل للموظفين، لكن هنا بصراحة المبنى ريحنا عن الاستعلام، سهل جدا ووفر لنا الوقت كتير. مجمعات خدمية تعتبر باكورة تسهم في تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر الوقت والجهد والمال، وأيضا تتناغم وتتسق مع توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وأيضا الفصل ما بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة.